عامة وباسم الشهيد نزار بنات خاصة، نشكر كل الذين تعاطفوا ووقفوا ودعموا موقف العائلة اتجاه كشف الجناة في ملف نزار بنات، ونخص بالذكر أولئك الثائرين في رام الله. شكرا لكم جزيلا، وندين ونستنكر بأشد العبارات القمع الذي مورس ضدهم من قبل قوات أمن السلطة، فهذا شيء يعبر عن الفكر العنجهي ضد التظاهر السلمي في هذا البلد.